بالنسبة للتراسز برضو الموضوع شبه البيمز والفريمز، بيعتمد على نفس الكونسبت، هو عدد الايكويشنز وعدد الانونز. فلما نيجي نشوف الايكويشن بتاعت التراسز هتبقى كده، ال n هو برضو degree of indeterminacy، ال b هي المرة دي عدد الممبرز، ال r هو عدد الرياكشنز، وال j هي عدد الجوينتس. امتى يبقى statically determined؟ لما يبقى عدد الايكويشنز بتاعتك بيساوي عدد الانونز، 2j ده عدد الايكويشنز و b plus r ده الانون. ويبقى statically indeterminate زي ما قلنا لما يبقى عدد الانونز اكتر من عدد الايكويشنز، يعني b plus r اكبر من 2j، ودي الكيس اللي هتهمنا بعد كده. unstable امتى يبقى unstable؟ لو ال b plus r اصغر من ال 2j، يعني عدد الايكويشنز اكبر من عدد الانونز. مش بس كده، ممكن يبقى التو كيسز دول unstable. ازاي؟ لو التراس السبورت رياكشنز بتاعتي بارلل او كونكرنت، او التراس بتاعي بيعمل لي فيلير ميكانيزم، يعني ما بيبقاش جواه شكل المثلث، بيبقى في الاغلب شكله عباره عن زي الفرنديل كده بس كله هنج، فده بيبقى الفيلير ميكانيزم، هنشوفها بالتفصيل في الجاي. طيب بالنسبة للتراس، فأنا عندي تو كيسز، عندي كيس إن هو externally determined أو indeterminate، وعندي إن هو internally determined أو indeterminate. أيوة، يعني لما أنا هاجي أحل هعمل إيه؟ هنفترض دلوقتي إن وأنا بحل المنشأ بتاعي طلع indeterminate. indeterminate يعني الكيس دي اللي هي عدد الـ unknowns أكبر من عدد الـ equations، فهقول والله هو externally indeterminate لو لقيت إن الـ reactions بتاعتي أكبر من 3. ليه 3؟ لأن هما دول الـ 3 equilibrium equations بتاعتي. طيب يعني منشأ بالمنظر ده، لو جينا نطبق الـ equation بتاعتي، هقول ان انا عندي هنا في رياكشن، هنا رياكشن تاني الاكس، رياكشن تالت، رياكشن رابع، يبقى انا هنا عندي عدد الرياكشنز بكام؟ باربعة. جميل، تعال نطبق الايكويشن. عندي كام ممبر؟ 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 ممبرز، يبقى الديجري اوف انديترمنسي بتاعتي بتساوي 7 بلس اور عدد الرياكشنز اللي هو 4 ماينس 2J. عندي كام جوينت؟ 1 2 3 4 5، عندي 5 جوينت. تيجي تحسب هتلاقي 7 زائد 4 11 ناقص 10 يعني 1. في indeterminacy first degree، يعني عندي unknown وحيد لو اتخلصت منه هعرف احل. ال unknown ده يبقى موجود externally ولا internally؟ هروح ابص على ال reactions، والله لقيت الرياكشنز بتاعتي اكبر من 3، فعلا هي اكبر من 3، اذا هو externally. externally يعني الانون ده موجود بره، موجود في الرياكشنز، يعني لما هاجي احل محتاج اتخلص من رياكشن او اجيب equation تخلصني من رياكشن عشان اعرف احل. جميل، يبقى في الحالة بتاعت externally احنا هنعمل ايه واحنا بنحل؟ هنشيل رياكشن، وبعد كده وانا بشيل الرياكشن او بشيل الجزء من السبورت ده لازم اتاكد ان المنشا يفضل ستيبل. اذا هو في كيسز فيها المنشا ان ستيبل بعد ما اشيل الاكشن، لو زي ما قلنا الرياكشنز بتاعتي كلها كونكرنت، يعني ايه كونكرنت؟ يعني اللاين اوف اكشن بتاعها كله بيصب في نقطه واحده، هنا هم كلهم بيصبوا في النقطه دي، يبقى ده كونكرنت، يبقى ده ان ستيبل. ليه؟ لان مفيش اي مسافه ما بين اللاين اوف اكشنز بتاعت الفورسز عشان تولد لي مومنت بحيث ان يبقى سيجمال مومنت للمنشا ده كله بصفر. ما علينا، المهم ان لو لقيت منظر ان الرياكشنز بتروح لنقطه واحده يبقى ده انستيبل. طيب والكيس الثانيه اللي احنا قلناها هي لو بارلل، لو بارلل فهتلاقي ان الرياكشنات دي كلها بارلل لبعض، فما عندكش اي حاجه تقاوم لو جت فورس يمين او جت فورس شمال، هتلاقيه زي الباتيناج كده بيتزحلق، يبقى برضو الكيس دي هتبقى unstable. فخلي بالك وانت بتشيل الرياكشنز، يعني في النقطه اللي عندنا دي هنا
انا ما ينفعش اشيل الواي، لان لو شلت الواي هيبقى الفورس دي او الرياكشن ده والرياكشن ده والرياكشن ده كلهم اللاين اوف اكشنز بتاعتهم بتلتقي في النقطه دي، يعني كلهم كونكرنت، يبقى انستيبل. يبقى الاوبشن المتاح ليا هو اني اشيل يا اما الاكس دي يا اما اشيل الاكس دي، كاني بحوله من بين سبورت الى رولر سبورت. هنفهم اكتر واحنا بنحل طريقه الكونسيستنت ديفورميشن. طيب لو انا لقيت ان عدد الرياكشنز يا بيساوي 3 رغم ان المنشأ indeterminate، ازاي؟ زي الكيس دي، تعالى كده نحل الايكويشن بتاعتي اللي هي n بتساوي p plus r minus 2j. عدد الممبرز كام؟ 1 2 3 4 5 6. طيب والدياجونالز دول هنعمل فيهم ايه؟ عندك حل من الاثنين. الحل الاولاني انك تعتبر ان في ممبر بيعدي من فوق الممبر الثاني، اذا يبقى ده كله ممبر وده كله ممبر ثاني. الحل الثاني هو انك هتعتبر ان هما في النص في جوينت، فهتقسمه الى 4 ممبرز. انا مع الحل الاولاني اسرع، ان هو يبقى عندي ادي ممبر وادي ممبر تاني. طيب يبقى كده انا معايا كام ممبر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب بالنسبه للرياكشنز، انا عندي هنا هنج وانا عندي هنا رولر، يبقى عندي 3 رياكشنز. عندي كام جوينت؟ عندي 1 2 3 4 5. طب والنقطه اللي في النص، انا اخترت الحل الاولاني ان في ممبر بيعدي من فوق ممبر، فما فيش هنا جوينت. لو حضرتك اخترت الحل الثاني ان هو ده هيقسمهم لأربعة ممبرز، يبقى لازم تحسب الجوينت اللي هنا. يبقى انا هنا عندي 5 جوينت كده، 8 و 3 11 و 2 و 5 10. يبقى ده first degree indeterminate، يعني انا عندي redundancy واحدة، عندي unknown وحيد لو قدرت اجيبه هعرف احل بال equations of equilibrium. طيب لو انا عايز اشوف هو internally ولا externally هعمل ايه؟ هروح اجيب الرياكشنز. عدد الرياكشنز بتاعتي 3، 3 بيساوي 3 او اصغر من 3، يبقى معناه ال unknown هو جوه internally، يعني في member. لو انت عرفت ال internal force بتاعته تعرف تحل المسألة. طب لو كان اكبر من 3 يبقى external، يعني الانون بتاعك هيبقى موجود بره الممبرز، يعني الانون موجود في الرياكشنز. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنشيل ممبر، وهنفهم ازاي بنعملها في الكونسيستنت ديفورميشن. طيب برضو خلي بالي وانا بشيل الممبر ان انا ما كونش شكل unstable، اللي هو النقطه الثانيه اللي احنا قلنا. احنا خلاص شرحنا النقطه دي، والنقطه الثانيه بقى هي الفيلير كولابسبل ميكانيزم، يعني شكل يميل الى الانهيار. طيب زي ايه؟ زي الشكل ده كده. لو انا عندي الممبر ده لما اجي اشيل، تشيل الاكسترا دياجونال. فين الاكسترا دياجونال؟ اللي هو في الشكل ده هنا، عندي 2 دياجونالز، فانا هشيل واحد منهم، هشيل ده، هيتبقى لي دياجونال هنا ويتبقى لي دياجونال هنا. طيب ليه ما ان يشيل ده؟ لان لو شلت ده هيبقى شكل المسألة عندي او شكل المنشأ عندي هنا اي فورس عاملة كولابس. ما تنساش ان دي جوينت ودي جوينت ودي جوينت، هيكون لي شكل المستطيل ده وكله جوينت، فمش هيقدر يقاوم اي حاجة وهينهار. طيب يعني انا اعرف ازاي دلوقتي هو هيكون لي شكل انهيار ولا لا؟ تحاول تبعد عن ان يبقى عندك شكل مستطيل فاضي كده، حاول على قد ما تقدر يبقى موجود عندك شكل مثلثات. طيب لما اجي اشيل، مش هتشيل external members ومش هتشيل diagonal لوحده، انت هتشيل الاكسترا diagonal. يعني في الكيس دي هتشيل لي الممبر ده او هتشيل الممبر ده. ده باختصار.